بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب غسل الحائض. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: هل للحائض من غسل معلوم؟ قال: لا، إلا أن تنقى تغرف على رأسها 3 غرفات أو تزيد، فإن الحيضة أشد من الجنابة. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج أنه قال: قال لي عطاء: تغسل المرأة جسدها إذا تطهرت من الحيض بالسدر؟ قلت: تنشر شعرها؟ قال: لا، وإن لم تجد إلا الأرض كفاها، فإن لم تجد ماء تمسحت بالتراب. أقول بالسدر هنا يعني ممكن يكون دليلا لمن يقول بأن الماء طاهر ونجس، وأن الماء والسدر هو تغير به السدر، فما تغير بطاهر فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقد يؤول ذلك بأنها تبتدئ بالسدر ثم بالماء، أو تبتدئ بماء وسدر ثم بماء بغير سدر، بماء مطلق. وهذا الراجح الصحيح، لأن الله تعالى قد سماه طهورا وفرق بين الطاهر وبين الطهور. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. فالمتغير بطاهر فإنه طاهر في نفسه ولا غير مطهر لغيره، لأنه خرج عن الإطلاق. وقلنا الغسل لا يكون إلا بالماء المطلق اللي هو العاري عن الإضافة، الماء المطلق والعاري عن الإضافة الباقي على أصل خلقته. نعم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال: تغتسل الحائض كما يغتسل الجنب. نعم، يعني هنا كأنه يقول: ولا تنقض إيش ضفائر شعرها. سنرى أن الخلاف وارد في هذا الباب في نقض شعر أو ضفائر المرأة الحائض. نعم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن عامر عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتبعن أثر الدم بالصفرة، يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء. نعم، عائشة كانت تأمر، لأن الأصل بذلك الأثر، لأن امرأة جاءت للنبي كان في الصحيحين جاءت تسأل النبي عن الغسل بعد التطهر من الحيض، فقال لها النبي تطهري ثم أفيد الماء على جسدك يعني، فقالت: وكيف أتطهر؟ فاستحي النبي، فقال لها: تطهري. قالت: وكيف أتطهر؟ فقال لها النبي: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة: فجذبتها أو جبستها، فقلت لها: تتبعي أثر الدم بإيش؟ بفرصة ممسكة، يعني بقطنة فيها مسك. العلماء يقولون الحكمة من ذلك: أولا أنه أشهى للرجل، لأنه لما تطهر يعني هي طبعا إذا حاضت 6 أيام 7 أيام وأن وزوجها قد امتنع عنها، الشوق يكون موجودا، فلا بد من إيش؟ من وسيلة تجذب هذا الشوق للاقتراب من المرأة. فهذا الطيب يعني يجر الرجل ويمتعه بأن يقترب من زوجه. والحكمة الثانية هي التي الأهم التي ذكرها بعض الفقهاء منهم النووي، بأنه يساعد على علوق الولد، يعني يساعد على تخصيب البويض، يساعد على علوق الولد. لذلك كانت تأمرهن بذلك، وليس هذا على الوجوب، ليس هذا على الوجوب. قول سلم: تطهري، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن الله جل في علاه يعني قالوا: إن كنتم جنبا فإيش؟ فاتطهروا، والحيض ينزل تحت هذا الحدث الأكبر، فالأصل فيه الغسل فقط. فقول سلم: تطهري، وأمر عائشة بحيث معاذب، أمر عائشة للنساء هو أمر على الاستحباب لا على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض، قال لها لما قالت: أفأنقض ضفائري؟ لها ضفائر، أفأنقض ضفائري؟ فقال: لا، يكفيك أن تحثي 3 حثيات. قال: ثم أفيد الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت، ولو كان واجبا لقال لها: وتتبعي أثر الدم بفرصة ممسكة، لأنها زوجته. يبقى إذن الأمر الآن يعني الذي استحيا منه سلم للمرأة الأجنبية الأنصارية لا يكون مع الزوجة، فلو كان واجبا لأمرها به. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري وغيره عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار. قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وأن يسألن عنه
ولما نزلت سورة النور شققنا حواجز أو حجز مناطقهن فاتخذناها خمرا. وجاءت فلانة فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، كيف أغتسل من الحيض؟ قال: لتأخذ إحداكن سدرتها وماءها، ثم لتطهر فلتحسن الطهر، ثم لتفض على رأسها ولتلصق بشؤون رأسها، ثم لتفض على جسدها، ثم لتأخذ فرصة بالضم شغاني ثم لتأخذ كأنها ثلاثية تفضل ثم لتأخذ فرصة فرصة مسكة ممسكة بقى فرصة مسك مسكة. طيب ماشي، يبقى هي ممسكة بقى، لابد تكون ممسكة صح، وفيها ممسكة، وهي الصحيح الممسكة. تفضل يا استاذ اللغة العربية تفضل. الله، احنا بتولينا في التعليم، معلوم ان التعليم هنا فيه شيء ما. طب اتفضل. ثم لتأخذ فرصة ممسكة أو قرصة، شك أبو بكر، فلتطهر بها، يعني بالقرصة الشك. وقال بعضهم: الذريرة. قالت: كيف أتطهر بها؟ فاستحيا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستتر منها وقال: سبحان الله، تطهرين بها. قالت عائشة: فلحمت الذي قال، فأخذت بجيب درعها فقلت: تتبعين بها آثار الدم. قال عبد الرزاق: لحمت فطنت. لحنت؟ لحمت فلحمت. وهذه لغة غريبة، يعني هذه لغة غريبة. أي إنسان يسمع لحمته يعني ما يأتي له إلا إيه؟ نعم، هذه غريبة جدا، لكن جيد. نعم، وطبعا السياق يثبت ذلك. الباب هو أصلا، هذا الباب يعني باب مهم جدا، هي باب تطهر المرأة من الحيض، بأنها لو رأت الطهر واجب عليها الغسل. الحق أن هذه المسألة ألفت الانتباه إليها، بأن بعض العلماء يختلفون في وجوب الاغتسال، هل هو بأول نزول الدم أم بانقطاع الدم. وهذا له فائدة فقهية. ما هي الفائدة الفقهية يا شطار؟ أقول، وهذا سيبها واجب عليكم بقى. اختلف الفقهاء هل يلزمها الغسل من أول ما نزل عليها الدم أو بعد انقطاع الدم. يعني أول ما حاضت، يعني أول ما نزل الدم، هي بتنزل الدم من عينيها. ما ترحمنا يا عمر، الله يبارك فيك يا حبيبي. يعني هذه تحتاج إلى شرح. شو مهنا، عشان انت مش فاهم. هم يقول اول ما نزل لازم يلزمها الغسل هنا من اول نزول الدم ولا ما يلزمها؟ ده السؤال يا حبيب، مش انها تغتسل. يلزمها من اول نزول الدم او بعد انقطاع الدم؟ دي مسألة يترتب عليها فروع فقهية مهمة جدا، واجب عليكم. ما انت خلاص بقى، واجب عليكم. راجعها وشوف لنا مسألة من الفقه بمكان، لانه ستفصل لنا في مسائل فقهية اخرى فروعية في هذا الباب. خلاص الآن فكروا فيها. هي مسألة تأصيلية في مسائل أصول الفقه الذي يتفرع عليها الأمور الفقهية الكبيرة. ما أنا خلاص انتهى السؤال، واضح أنتم. طيب، فنقول أولا أن المرأة هنا إذا انقطع الدم لها آداب، أنها تأخذ فرصة ممسكة بأنها تتتبع الدم، وكما قلنا الفوائد كما ذكرنا بعد ذلك. وأيضا لها تغتسل، وإذا اغتسلت تغتسل بالماء المطلق خلافا لكلام عطاء. فإن لم ترد فهل تتيمم؟ نعم، وجوبا تتيمم، ويغني التيمم عن الغسل، يغني التيمم عن الغسل، وتصح صلاتها بذلك، ويأتيها زوجها. يعني إن لم تغسل حتى المحل تتيمم ويأتيها زوجها، لأن التيمم تطهر. لأن بعض العلماء يقولون: طب هو الغسل من الحيض هذا هل هو للنظافة والتنظيف أم هو للتعبد؟ صحيح أنه للتعبد، صحيح الراجح أنه للتعبد، لذلك فإن التيمم ينزل منزلة أو يغني عن الغسل إذا لم ترد الماء.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.